الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يوقعان بالاتحادية إعلانا مشتركا لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. تحت رعاية رئيس الجمهورية مدبولي يشهد إطلاق حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. طفرة غير مسبوقة تشهدها العلاقات المصرية الهندية على كافة الأصعدة والمستويات. طفرة تستمد زخمها من علاقات راسخة تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتتعزز يوما بعد يوم من خلال رغبة وإرادة سياسية لقيادتي البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تميز العلاقات التاريخية بين البلدين، وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي في قصر الاتحادية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوقيع على إعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في عقاب زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. شراكة استراتيجية بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم، شراكة استراتيجية يتطلع الجانبان لإعطائها مزيد من الزخم، ويقوم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتوقيع على اتفاقية بشأنها الآن. وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة لشخص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتفضل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه قلادة النيل.
قال رئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي قال إن المحادثات مع رئيس السيسي كانت متميزة. خلال تغريدة له على حسابه بموقع تويتر أضاف مودي أنه استعرض مع رئيس السيسي كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر، كما اتفقا على تعزيز العلاقة الاقتصادية والثقافية. شهدت العلاقات المصرية الهندية تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في ظل تكثيف الزيارات رفيعة المستوى. هذا وتسعى الدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية بما في ذلك الهند. علاقات تاريخية تجمع مصر والهند في كافة المجالات، حيث تحرص القيادة السياسية في البلدين على توطيد آفاق التعاون من خلال توقيع الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. العلاقات المصرية الهندية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في ظل تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلاً عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية بما في ذلك الهند. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي يناير الماضي تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تحمله الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا، حيث جاءت زيارة الرئيس السيسي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. زيارة تأتي تأكيدا على الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقتين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، قواسم مشتركة في السياسة الخارجية للبلدين، حيث يؤكد دائما التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول. روابط عديدة وأهداف مشتركة تجمع مصر والهند، يضاف إليها طموحات وآمال قيادتي البلدين بتبوء المكان المستحق لبلديهما، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك نحو تحقيق الرخاء والتنمية للشعبين المصري والهندي. تعد مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الإفريقية، وشهد حجم التجارة البينية بين القاهرة ونيودلهي طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وخلال عام 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري لنحو 7.26 من 100 مليار دولار، بزيادة تخطت 75% من عام 2020-2021. مصر على مدى العقود الماضية واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية، خاصة بعدما دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في مارس من عام 1978، وزادت التجارة الثنائية أكثر من 5 مرات في السنوات العشر الماضية. حجم التجارة البينية بين القاهرة ونيودلهي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فخلال العام المالي 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 7.260 مليار دولار، بزيادة تخطت 75% عن العام المالي 2020-2021. آخر الأرقام الرسمية أكدت ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند خلال نفس الفترة بزيادة بلغت نسبتها 86% لتسجل 3.520 مليار دولار، في حين سجلت واردات مصر من الهند 3.740 مليار دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 65%. ومن بين أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية والأسمدة والملح والكبريت والقطن. وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين قام 15 وفدا يمثلون 600 شركة هندية بزيارة إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما وقعت شركات هندية اتفاقيات للتوسع في مجال الهيدروجين الأخضر. هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والسياحة، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تعكس العلاقات بين مصر والهند التعاون بين دولتين كبيرتين تمثل كل منهما ثقلا إقليميا خاصا في منطقتها، وقد ترسخت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان. المزيد يطلعنا عليه الزميل رجائي رمزي. أهلا بكم. عهد جديد من العلاقات المصرية الهندية شهدته الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، انعكس على حرص القيادة السياسية في البلدين على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية في مقدمتها الهند. ففي أكتوبر من العام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند أفريقيا التي عقدت في العاصمة نيودلهي، وجاءت آخر زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند كان ذلك في يناير من العام الجاري تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وهو ما يعكس التقارب الكبير ما بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا. وتأكيدا على العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي تترأسها الهند في الدورة الراهنة. شاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثلي قادة الدول والحكومات، إضافة لحضور اجتماعات وزراء المالية والتنمية بالمجموعة. فيما يخص التعاون الدفاعي، قررت القيادة السياسية في البلدين التركيز على تعميق التعاون ما بين الدولتين في الصناعات الدفاعية ما بين مصر والهند، واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري. انعكس ذلك على مشاركة القوات الجوية الهندية في أول تدريب جوي تكتيكي مشترك على الإطلاق في مصر في أكتوبر 2021، وفي برنامج القيادة التكتيكية للقوات الجوية المصرية في يونيو 2022. وبشأن التعاون في مجال الفضاء والأمن السيبراني، تتعاون مصر مع الهند للاستفادة من خبرتها في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء مثل الاستشعار عن بعد والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء. أما في قطاع الصحة، وإدراكا للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا خاصة في دول العالم النامي، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التعاون لضمان سلاسل إمداد عالمية أكثر قوة، ورحب بالتعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات. أما فيما يخص التنمية الخضراء والمستدامة، يولي البلدان أولوية قصوى لقضايا تغير المناخ والبيئة، حيث أعرب رئيس الوزراء الهندي عن دعمه لمبادرة اتحضر للأخضر والتي أطلقها الرئيس السيسي بهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي، فيما أعرب الرئيس السيسي عن دعمه لمبادرة أسلوب حياة من أجل البيئة والتي أطلقها رئيس الوزراء الهندي بهدف نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد للموارد. كل ذلك انعكس على حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، والذي سجل ارتفاعا بنحو 75% في العام 2021-2022 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل 7.26 مليار دولار، حيث زادت الصادرات المصرية للهند بنحو 86%، وذلك خلال هذه الفترة. إذن لا تتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها الحديث المشترك فحسب، بل تعكس العلاقات المعاصرة أيضا التعاون ما بين دولتين كبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلا إقليميا خاصا في منطقتهما. قد ترسخت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.
اصطحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الهندي ناريندرا مودي في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة. حرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها. وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء إلى الضيف الهندي الكبير مستنسخا لقناع توت عنخ آمون كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة. قام رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والوفد المرافق له بزيارة لمسجد الحاكم بأمر الله، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة. وخلال الجولة تم تقديم شرح واستعراض لتاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي. وعقب انتهاء الزيارة تم تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصري قديم تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند، ولا سيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور. من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. قال الرئيس السيسي: أبعث إلى مسلمي مصر بالخارج بأصدق التهاني القلبية وبأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، ولمصر ولشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والازدهار. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية. تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا بشأن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والتي من شأنها أن تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق حملة 100 يوم صحة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لها يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بهذه الخدمات لها إلى سائر أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال إطلاق رئيس مجلس الوزراء حملة 100 يوم صحة التي تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وقام رئيس الوزراء عقب الإطلاق بتفقد اصطفاف العيادات الصحية المتنقلة والتي ستتواجد في الميادين والقرى والنجوع في المحافظات كافة. تهدف حملة 100 يوم الصحة إلى الوصول للمواطنين في جميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك من خلال قوافل طبية من سيارات للكشف والتشخيص، حيث تستهدف الصغار والكبار.
100 يوم من الرعاية الصحية العلاجية والتشخيصية، مبادرة جديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق من قلب العاصمة الإدارية بهدف الوصول للمواطنين في جميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية بقوافل طبية تستهدف الصغار والكبار. الهدف من هذه الحملة حاجات كتير. أول حاجة قبل ما يبقى فيه أمراض أنا لازم أبقى مكتشف إيه هي الأمراض اللي أنا هعمل وقاية ليها، أنا هقي نفسي إزاي من الأمراض دي. الحاجة التانية أنا خلاص أوريدي جات لي الأمراض، إزاي أنا هعرف أعالج نفسي وأروح للناس المتخصصة علشان أتعالج، مش أي حد يعالجني. هيتم إن شاء الله تواجدها في جميع أنحاء المحافظات على مستوى 27 محافظة، وهيتم تواجدهم من الساعة 9 صباحا ل 9 مساء، وهيتم تواجدهم في تخصصات التأمين لتأمين عيد الأضحى المبارك، وذلك تمام من تاريخ 26/6 بداية من غد لغاية يوم 6 أكتوبر إن شاء الله بإذن الله. القوافل الطبية من سيارات للكشف والتشخيص بها كافة الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة والتي تقترب من مستشفى صغير متحرك، بالإضافة لسيارات للإسعاف السريع والدراجات النارية والكهربائية أو السكوتر الذي يتحرك بخفة وسرعة ليصل للمرضى أو المصابين في أقرب وقت من أجل الإسعافات الأولية. السكوتر ده مهمته أنه في وقت التكدس المروري والازدحام المروري، ده مهمة السكوتر ان لو في اي مصاب في الشارع او اي حاله اسعافيه او اي مريض في الشارع، حضرتك السكوتر ده بيتم التوجه اليه وبيقدر ان هو يتعامل معاه من خلال حالته. بنغطي جميع انحاء الجمهوريه بسيارات الاسعاف، اي حاله محتاجه النقل بنتعامل بالفور بنقل لاقرب مستشفى. بالنسبه للحوادث المنتشره على جميع الطرق بنغطي جميع الطرق وجميع المناطق. تحتوي هذه القوافل على معظم التخصصات الطبية بالإضافة لأطباء متحركين ومتخصصين يعملون على الكشف والعلاج والتوعية بأهمية الكشف المبكر لحديث الولادة والأطفال والمرأة وأصحاب الأمراض المزمنة. خدمات صحية تشخيصية وعلاجية وتوعوية تأتي ضمن مبادرة 100 يوم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القوافل التي ستجوب المحافظات كافة من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري والتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة العامة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لصحة المواطنين، وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية. نقلة نوعية أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل في خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وبجودتها وتلبية الاحتياجات للمواطنين بشكل متكامل، بعد أن عانى نظام التأمين الصحي منذ إنشائه في عام 1964 من العديد من الإهمال وتدني الخدمة الصحية المقدمة. ظلت خدمات التأمين الصحي مقتصرة على مدار عقود على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في قطاع الأعمال والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لم يقدم نظام التأمين الصحي التغطية لبقية العاملين. لذلك تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين. وبالمقارنة بين نظامي التأمين الصحي القديم والجديد، كان النظام القديم يتولى مسؤوليته الهيئة العامة للتأمين الصحي،
التي تقوم بدور متحمل التكلفة ومقدم الخدمة والمشرف على الرعاية الصحية، ويعد الشخص هو وحدة التغطية. أما في النظام الجديد فتتولى مسؤوليته ثلاث هيئات، مما يسهم في حوكمة نظام التأمين الصحي، فيما تعد الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية وليس الفرد كالنظام السابق. فعلى مدار ثلاث سنوات حقق نظام التأمين الصحي الشامل العديد من الإنجازات. البداية كانت في محافظة بورسعيد، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى، كما تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة والتي تعد نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ذاتها. مبادرات صحية توعوية أطلقتها هيئة الرعاية الصحية منذ إطلاق المنظومة في يوليو من عام 2019 وحتى الآن، وذلك لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات. نفذت الدولة خلال السنوات الماضية مبادرات رئاسية صحية كثيرة نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء بالكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية. المزيد من التفاصيل مع زميلة ليلى عمر. أهلا بكم. ساهمت المبادرة الصحية في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن من الإهمال الصحي، وقد ساهمت تلك المبادرة في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على صحة المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 أعلنت مصر حربها ضد فيروس سي بإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للكشف المبكر وعلاج المصابين مجانا، وتعتبر التجربة المصرية في القضاء على الفيروس من التجارب الرائدة على مستوى العالم. وتمكنت المبادرة من فحص 58 مليون شخص، ووضعت 5.2 مليون مريض على القائمة العلاجية. استهدفت مبادرة 100 مليون صحة كذلك الكشف عن الأمراض غير السارية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إجراء مسح طبي لنحو 50 مليون مواطن، تم خلالها تقديم العلاج لنحو 1.8 مليون مواطن مريض بالسكر و10 ملايين من مرضى الضغط. وفي عام 2019 أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 مدرسة ابتدائية على مستوى الجمهورية، ونجحت المبادرة في فحص نحو 10.7 مليون طالب، وذلك حتى نهاية عام 2020. واستمرارا لأعمال المبادرة، فقد تم فحص 4 ملايين طالب بمختلف المدارس حتى مارس من عام 2023. واهتماما بصحة المرأة باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة، فقد أطلقت مبادرة صحة المرأة لدعم علاج المشاكل الصحية التي تواجه السيدات بداية من 18 عاما، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض. ومنذ بداية المبادرة حتى ديسمبر من عام 2022 تم فحص ما يقرب من 32 مليون سيدة، ومتابعة 7 ملايين سيدة من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية بالوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة. وتحت شعار 100 مليون صحة أطلقت مبادرة للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في مارس من عام 2020، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان. وتمكنت المبادرة من فحص 1,825,000 سيدة حتى مارس من عام 2023. وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المستدامة في إطار خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة. وحرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن ومنها الرعاية الصحية،
أطلقت مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك في يوليو من عام 2018 بهدف تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن. ونجحت المبادرة منذ بدايتها حتى مارس الماضي في إجراء 1,567,780 عملية في 11 تخصصاً طبياً. وساهمت المبادرة في تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية والمساواة فيما بينهم في جميع التخصصات الطبية. وبالتزامن مع مواجهة جائحة كورونا، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وتستهدف الأشخاص الذين يعانون من حالات الإصابة المرتفعة بالفشل الكلوي أو أمراض الكلى الحادة، وتم خلالها فحص 6,404,213 مواطنا، وذلك من بداية شهر سبتمبر من عام 2021 حتى مارس من عام 2023. أما في عام 2019 فقد انطلقت مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي تهدف إلى إجراء اختبارات للسمع باستخدام أجهزة متخصصة لجميع الأطفال حديثي الولادة، وذلك بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن إصابة الأطفال حديثي الولادة بمشاكل في السمع، مع تحويلهم لتلقي العلاج، حيث تم فحص 4,647,000 طفل حتى مارس الماضي. واستكمالا لدور الدولة في الاهتمام بصحة الأطفال بالمدارس، أطلقت مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمدارس دور الحياة، وذلك في فبراير من عام 2019 بإجمالي تمويل بلغ 1,000,000,000 جنيه من صندوق تحيا مصر. وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن 5,000,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و2,000,000 مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، مع توفير 1,000,000 نظارة طبية وإجراء 250,000 عملية جراحية، وذلك في العيون. تطوير قطاع الصحة يعد من أولويات الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم، سواء من خلال تدشين المبادرات الصحية والتي ساهمت بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات، أو تطوير البنية التحتية للقطاع. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل. ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية لرفع العبء عن كهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. سنة وانت طيبة، ودي هدية سيادة الرئيس ليك. كل سنة هو طيب ويجعل من معودينا ولا ينساناش أبد، يا رب يخليك وطول عمر ونجح مغاز. النهاردة لقينا الضباط داخلين علينا جايبين لنا كرتونة من سيادة الرئيس، الله يحميه يعني ويبارك له، بتأمن مستقبل أطفالنا لقدام وبتعمل مشاريع وبتعمل حاجات احنا ما شفناهاش قبل كده. كل سنة وانت طيب، دي هدية السيد الرئيس ليك. كل سنة وانت طيبين. كل عام وانت طيب، وكل سنة وانت طيب، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر. والله يا رئيس انت بتعمل كل حاجة حلوة، وربنا يحميك لينا ويخليك لينا وتطولنا في عمرك يا رئيس. شكرا يا فندم، وشكرا للسيادة الرئيس، وشكرا على الانجازات اللي بنعملها لنا، ربنا يخلي لينا، وكل سنه وانت طيب يا رئيس.
سنة وانت طيب يا ريس، وكل عام وانت بخير وربنا يوفقك على فعل الخيرات. شهدت المبادرات توجه مأموريات من مديريات الأمن إلى القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجاً لتوزيع هذه العبوات التي تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية على المواطنين قاطني تلك المناطق الذين أشادوا بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم. نشكر سيادة الرئيس تاني اللي هو فاكر الناس الغلابة وبيدعمنا، وتحيا مصر. ربنا يا رب يخلي الرئيس ويخلي وزارة الداخلية، دي ثالث مرة تجولنا والمبادرة دي يا ليت تكرروها على طول وتبقوا معنا على طول، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخلينا على الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. المبادرة تعد أحد الإسهامات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية جزء من احتياجاتهم. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب طيب. سلام طيب. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. حاجة بسيطة كده. سلام طيبين. سلام طيبين. تحيا مصر. تحيا مصر. غاليين من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الدنيا. عايز عليكم. في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر. بسيطه كده كتير قوي. الحمد لله مش محتاجه اي حاجه. لا لا بجد والله الدنيا كلها. ده كفايه ضحكتك الجميله ودعوتك الحلوه. كل سنه وانت طيبه. احلى هديه ممكن. ربنا يخليك والله. احلى انت هديه الدنيا كلها. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري بخاصة أفراده الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم. لو احتجت أي حاجة تحت أمرك الله يبارك له يكرمه بصحته وعافيته. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف. ربنا يخلينا الرئيس ويهدينا على طول يا رب، وكل سنة وهو طيب. احنا فجأة كنا بنشتغل في الأرض وشغالين، فجأة لقينا السادة الضباط جايين بيدونا كرتونة. تحيا الرئيس، وربنا يخليهولنا كده يا رب ويعلنا مرضه يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف. دي هدية كده بسيطة من السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة طيب. مش عايز اي حاجه. ربنا يخليه لينا يا رب وينصره. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها اتباهى. هنا مصر احلى بلاد الدنيا. تحيا مصر. أعلنت وزارة الداخلية تكثيف خدماتها المرورية على الطرق السريعة والساحلية حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع بشواطئها
مستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة. من هنا كانت وزارة الداخلية حريصة على توفير أقصى درجات الأمان عليها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، حيث تنتشر على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي منظومة متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية، إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها، حيث يتميز الطريق بوجود عدد من كباري الدوران عليه لحل مشاكل الزحام. ويشهد طريق العالمين الذي تم توسعته وتطويره وجوداً للخدمات المرورية والارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادي الطريق بالقواعد المرورية، وتمتد المتابعة المرورية على طريق الضبعة حيث تنتشر الخدمات المرورية بطول الطريق لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديه وإلزام الجميع بسرعة محددة. ومع ما يشهده طريق الإسكندرية الصحراوي من كثافة مرورية خلال فترة العيد والصيف، تنتشر الخدمات المرورية عليها، كما توجد أكمنة ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط عليه والانسيابية المطلوبة. وتتابع غرف عمليات المرور الحالة المرورية على مدار الساعة، حيث ترتبط بالخدمات المرورية على الطرق للتعامل مع الأعطال ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال وتسيير الحركة المرورية. رحلة آمنة لكل مواطن على الطريق طالما هناك التزام بالقواعد المرورية المحددة بالتزامن مع انتشار المرورية عليها لتحقيق الأمان على هذه الطرق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا الاثنين الموافق 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية، إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في غضون ذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إصدار 1,800,000 تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسي في موسم هذا العام. وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فقد تابعت بعثة الحج وصول الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات واكتمال مخيمات حجاج القرعة، وتزينت لاستقبال ما يقارب 11,000 حاج من حجاج القرعة. والمزيد مع موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. نحن على مشعر منى، وقبل قليل كنا على صعيد عرفات نتفقد التجهيزات الخاصة بحجاج القرعة والمخيمات الخاصة بإقامتهم خلال فترة أدائهم المناسك. هناك خطة وضعتها بعثة حج القرعة لاستقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى صعيد عرفات. التجهيزات الخاصة بالمخيمات التي تم اختيارها بعناية لتكون بالقرب من مسجد نمرة وكذا جبل الرحمة،
هذه التجهيزات تتعلق بوسائل الإعاشة من خلال توفير وجبات على مدار اليوم للحجاج، وأيضا الوسائل اللوجستية الخاصة بالتكييفات الموجودة داخل المخيمات ووسائل الإعاشة الموجودة داخل المخيمات على مدار اليوم. وأهم هذه التجهيزات هي الخاصة بالحافلات التي ستكون موجودة إلى جانب المخيمات بهدف التسهيل على الحجاج أثناء فترة النفرة إلى المزدلفة، ومن النفرة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، حيث هنا مخيمات خاصة لحجاج القرعة. ذات التجهيزات الموجودة بمخيمات الخاصة بالحجاج على صعيد عرفات هي موجودة هنا تجهيزات لوجستية وتيسير وسائل الإعاشة الخاصة بالحجاج لقضاء أو المبيت هنا بمنى ليلتين في حالة التعجل وثلاث ليالي في حالة عدم التعجل. كل هذه التيسيرات موجودة، والحافلات مجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج من مكة ثم إلى عرفات ومن عرفات إلى منى، وعقب انتهاء أيام التشريق يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة إلى فنادق إقامتهم التي تم اختيارها بعناية بالقرب من الحرم المكي الشريف. استعدادات تامة واستعدادات كبيرة قامت بها بعثة حج القرعة للتسهيل على الحجاج المصريين، ما يقارب 11,000 حاج من حجاج القرعة. تم توفير كافة سبل الراحة لهم في المناسك في مشعر منى وعلى صعيد عرفات وفي مزدلفة. رفعت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة درجة الاستعداد القصوى قبيل بدء الرحلة المقدسة وتفويج الحجاج إلى مناطق المشعر. وقد نظمت البعثة الطبية قافلة طبية بأحد أحياء مكة المكرمة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لآلاف الحجاج المصريين بها. حالة استنفار قصوى شهدتها مقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة قبيل بدء الرحلة المقدسة، تخللتها ندوات دينية وتوعوية وخطط تفويج الحجاج ومسيرتهم للمشاعر، إضافة إلى قوافل طبية تم تجهيزها وإقامتها من قبل البعثة الطبية المصرية بمنطقة العزازية بمكة المكرمة لخدمة آلاف الحجاج المصريين بها، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للحجاج أينما كانوا. بنعمل قوافل طبية لأماكن تواجد المصريين في مختلف أنحاء مكة، وإحنا النهاردة في قافلة طبية في منطقة العزيزية فيها تجمع مصري كبير. إحنا دلوقتي بنقدم لهم خدمة طبية من عن طريق العيادات الطبية وصرف أدوية ليهم وتوفير ندوات صحية تثقيفية لتوعية الحجيج بخطر الإصابة بالأمراض المعدية وتجنب الإصابة بضربات الشمس، علشان لما يطلعوا عرفة إن شاء الله يؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر. الحمد لله برضو نقدر نقول إن إحنا موفرين لهم كل الأدوات الكامل المتوفرة عندنا في العيادات في الأماكن. القافلة النهاردة إن شاء الله شغالة معانا من الساعة 11 الصبح لغاية حوالي الساعة 9-10 بالليل إن شاء الله، بحيث نقدر نستفيد بأكبر عدد قدر ممكن. معانا الدكاترة برضو في تخصصات عشان لو حد يحتاج تخصص معين يحتاج أي حاجة معينة، الدكاترة موجودة معانا. كل الأدوية بالكامل الحمد لله متوفرة موجودة، مفيش فيها مشاكل خالص، عشان يعني الحمد لله بنقدر إن احنا كده غطينا كل المصريين إن شاء الله بالكامل. معظم الحالات المرضية التي استقبلتها القوافل الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين تعاني من إجهاد ونزلات برد. نديهم الحاجات اللي هي تناسب بس حالتهم بالظبط، عشان احنا مش عايزين ندي أدوية عنيفة تقلل من مجهودهم، عشان احنا عندنا مناسك ان شاء الله، فيعني بيبقى عندهم الطاقه كده لاداء المناسك، بس بالاسلوب اللي يخليهم ان شاء الله يخفوا بسرعه. والحقيقه كل الناس اللي خدوا علاجات يعني لقيناهم بالمتابعه بتاعتهم لقيناهم الحمد لله بقوا احسن كتير. التنبيه على شرب الميه والسوائل التعويضيه علشان الحر وعشان السوائل اللي هو بيفقدها نتيجه الاجهاد والحركه المستمره والتعرض لأشعة الشمس وكده يعني. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين عبروا عن امتنانهم لما قدمته البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية لهم بمقر إقامتهم. ناس كويسين صراحة وخدمة مميزة وأحسن ناس هنا، وبناخد علاج ببلاش أوي، ونشكر الخدمة الطبية ونشكر مصر كلها. الله سايبيننا وما شاء الله عليهم وفرحة تمام التمام. لا طبعا استفدنا حاجات كتير جدا وفهمنا حاجات احنا ما فهمناهاش، على اساس دورات المياه هتبقى مشتركه بين ناس كتير جدا. طهروا المكان، اغسلوا ايديكم كويس، ما نبقاش في وش بعض لما مثلا حد يكون بيكح. ربنا رزقنا بالعلاج يعني
والحمد لله يعني ناس كويسه والله هنا. قبيل بدء الرحله المقدسه، خدمات علاجيه ووقائيه تقدم من قبل البعثه الطبيه المصريه على مدار الساعه للحجاج المصريين اينما كانوا لتوفير الاجواء الروحانيه لهم بشكل ميسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري. نشرتنا تتواصل معكم على شاشه التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التحدي غير المسبوق من مقاتلي مجموعة فاغنر للرئيس الروسي لم ينتهي بعد. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن ما وصفه بالاضطرابات التي نجمت عن التحدي غير المسبوق لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لم تنتهي بعد. أضاف بلينكن أن الاضطرابات في روسيا قد تستغرق أسابيع أو شهورا على الأرجح. وقال بلينكن إن التمرد المسلح تحدي مباشر لسلطة بوتين ويثير أسئلة حقيقية بشأن القيادة الروسية. أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد رصدت مؤشرات قبل أيام على أن مؤسس مجموعة فاغنر كان يحضر للتحرك ضد وزارة الدفاع الروسية. ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قدموا إحاطات في البيت الأبيض والبنتاغون ومبنى الكونغرس بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل بدئها. بحث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي مارك مالي العملية الهجومية الأوكرانية في جميع قطاعات الخطوط الأمامية. خلال الاتصال أشار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إلى احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق ببعض الأسلحة وأجهزة إزالة الألغام، حيث اتفق الطرفان على البقاء على التواصل والتفاعل بنشاط. حثت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية السلطات الروسية على ضمان الوصول الأمن للمساعدات للمحتاجين في أوكرانيا. وأشارت خلال جلسة عقدها مجلس الأمن في أوكرانيا إلى أن تدمير سد نوفا كاخوفكا هو أكبر دمار يطال البنية التحتية المدنية حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أشخاص يتعذر الوصول إليهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية. أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحا أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقا لما هو متبع خلال السنوات السابقة. نشد الطلاب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة وبتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية. دشنت مديرية الصحة بالغربية مبادرة 100 يوم صحة، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت شعار معاك من أول يوم، وذلك بهدف النهوض بسبل الرعاية الصحية للمواطنين. تتضمن المبادرة عيادات طبية متنقلة وسيارة الإسعاف والسيارة الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية، وذلك بمنطقة كورنيش طنطا، ويشارك فيها جميع قطاعات الصحة في محافظة الغربية من خلال ما يقرب من 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية المتحركة والثابتة.
دشنت مديرية الصحة بالدقة أهلية مبادرة 100 يوم صحة، والتي تستهدف الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع مراكز المحافظة. أوضحت مديرية الصحة أن المبادرة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة. حملة بتستهدف توصيل الخدمات الصحية والطبية لكل أنحاء جمهورية مصر العربية، وعندنا في محافظة دقهلية لكل مواطني المحافظة حتى أبعد نقطة ممكنة. إحنا المبادرة تشمل زي ما قلنا جميع خدمات الصحة الوقائية والعلاجية، وتشمل المبادرات الرئاسية 13 اللي فيها بنستهدف فيها اللي هو الاكتشاف المبكر وعلاج المواطنين وبكافة من بدايتها حتى نهايتها. والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. مع سارة نجيب، إليك سارة. شكرا لكما ريهام ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة. أصدر سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق مرسوما بالتصديق على اتفاقية بين مصر وعمان بشأن إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. كانت مصر وسلطنة عمان قد وقعتا في 22 من مايو الماضي على الاتفاقية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصرية العماني الذي عقد حينئذ في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر. أكد وزير البترول طارق الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصا على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، حيث أكد الوزير أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد التي تتطرق إلى ملف توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر. وأشار الإصدار الجديد إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمصر سجلت ارتفاعاً بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252 مليار جنيه. يأتي هذا في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر وتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع. أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، فيما أدت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة. يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جراء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط ل6 أشهر أو تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية. ختام جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى ريهام ودينا، إليكما. شكرا سارة.
تسلمت مصر النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين بمقر وكالة الفضاء المصرية. أقيمت الفعالية داخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار وتشغيل الأقمار الصناعية في أفريقيا والمجهز بأحدث الأجهزة والمعدات. أكد السفير الصيني بالقاهرة أن مصر ستصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي مصر سات 2. وأشار السفير الصيني إلى أن هذا الأمر سيعزز بشكل كبير من عملية تطوير صناعة الفضاء في مصر. اليوم نشهد تسليم نموذجين قمر صناعي مصر سات 2 إلى مصر الصديقة، ولعل هذا الإنجاز الكبير هو من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسين البلدين، رئيس الصين شي جين بينغ ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وتعد القيادة الاستراتيجية والرعاية الشخصية من قبل رئيسين البلدين. نحن حققنا هذا الإنجاز الكبير، وهذا البرنامج يمثل علامة فارقة لتعاون الصين المصري خاصة في مجال الفضاء. أولا، إن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول قمر الصناعي في خارج الصين. ثانيا، مصر هي أول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق لقمر الصناعي في خارج الصين. ثالثا، الصين استخدمت المنشآت المعنية لتدريب الكفاءات المصرية كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل التصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي. هذه نقطة مهمة جدا جدا، لأن مصر سيكون لها قدرة مستقلة لاستخدام هذا القمر الصناعي. النقطة الأخيرة، أن مصر سوف تصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكميل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال هذا المشروع. بدأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة. ترأس حسين زين أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر، حيث أكد أن هذا المقر يعد إضافة فاعلة للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو، والمستمر في القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدمته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال استوديوهاته المختلفة. والآن وقفة جديدة، ولكن مع أخبار الرياضة. مرة أخرى نعود إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما ريهام ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره منتخب النيجر الأولمبي على ملعب طنجة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتقام أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المغرب، حيث تتأهل أول ثلاث منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024. يلتقي الأهلي الآن مع منتخب السويس على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي. حقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاصة المصرية 49 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاصة بالعاصمة الألمانية برلين، وتأتي الميداليات بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية. ذكرت تقارير صحفية عن موعد تقديم الثنائي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وسيرجيو بوسكيتوس لاعب برشلونة السابق في إنتر ميامي الأمريكي. وأوضحت صحيفة موند ديبورتيفو الأسبانية إن إدارة إنتر ميامي حددت يوم 16 من يوليو المقبل لتقديم الثنائي في مؤتمر صحفي.
نهاية جولتنا الرياضية التاسعة، والآن عودة مرة أخرى ومن جديد إلى دينا وريهام. إليكم. شكرا لك سارة. فتحت السلطات الكندية تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة تايتان التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة استكشافية إلى حطام السفينة تايتانيك. وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس، قالت إن مهمة الفريق الكندي تتمثل في معرفة تفاصيل الحدث وخفض فرص أو خطر وقوع أحداث مماثلة في المستقبل. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم مشاهدين، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة والوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكل البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن القاهرة، ونبدأها بالقاهرة 34-23، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، بورسعيد 31-22، الإسماعيلية 35-22، والسويس 35-23، العريش 32-22، طابة 35-24، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 38-27. ونذهب إلى الأقصر، 41-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-24، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب 33-28. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطات هذا اليوم. ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل، ونختتم هذه النشرة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي والرئيس وزراء الهند يوقعان بالاتحادية إعلانا مشتركا لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
تحت رعاية رئيس الجمهورية مدبولي يشهد إطلاق حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا ريان؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنه وانتم طيبين. اول سنه طيب وبخير، وعاوزين يعني قدر الامكان برضو اعتقد هنلاقي حل ما، عشان عارف مصر كلها بتتكلم على ازمه امتحان الكيمياء بتاع النهارده والحدوته الكبيره دي. انا بعتقد انه اكيد ليها حلول، يعني مهم جدا انه كل اولياء الامور والطلبه يهدوا، لانه لازم هتتلقى لها حل، يعني الامور مش هتتسد كده، انا واثق يعني. يا رب اكيد إن شاء الله. هيكون في تفاصيل عندك النهارده يوسف، يعني اكيد كل بيت مصري عنده ثانويه عامه اكيد هيسمعك النهارده مما لا شك فيه، بس انا عايز الناس تهدى. مش عايز احكي ذكرياتي في الثانويه العامه، بس الناس تهدى، مش هيحصل حاجه. هو بس دايما هو السؤال الحقيقي اللي دايما بنشوفه، انه او اللي احنا دايما احنا حتى يعني مع اولادنا، يعني انه ليه بنصعب قوي الامتحان، عارف، وهم بيذاكروا وعاملين اللي عليهم، والاهالي هي تقريبا اللي بتمتحن من كتر ما اعصابها مشدوده، فهي الفكره ليه نصعب الدنيا كده يعني؟ والله فعلا ما بلاقي سبب لده، وبقعد افكر فعلا بصوت عالي دايما حتى على الهوا، انه ليه الاهالي بيعملوا كده؟ يعني انا امي كانت من اكتر الامهات توترا، شيء مذهل يعني، وبعتقد ان الامهات دايما هم اللي متوترين، والابهات اغلبهم اعصابه في ثلاجه. فانا خدت قرار ان انا تحديدا مع اولادي مش هوتر، شدوا حيلكم يا اولاد، عملتوا كويس الحمد لله، كدابين بس ماشي يعني، تمام يعني، ربنا يوفقهم دايما. واحنا يعني هنتابع الحلقه، وخصوصا الموضوع الخاص بامتحانات الثانويه العامه وامتحان الكيمياء باذن الله. ربنا يطمن الكل، وان شاء الله كل حاجه هتعدي. اشكرك يا دينا، اشكرك يا ريان، كل سنه وانتم طيبين مره كمان، واستاذنكم نبدا فقراتنا.